جماعة زي كل سنة طبعا علي لازم يفاجئني. تمام، السنة اللي فاتت كان عامل لي زير مطبخ جيجي، السنة دي عامل لي بلاص، بلاص مطبخ جيجي. بصوا ريفي جميل جدا جدا، بسم الله ما شاء الله، كبير قوي قوي، حلو قوي يا علي، تحفة يا علي، بجد حلو قوي، تسلم ايدك. والناحية التانية رمضان كريم، والقعدة بقى اللي تحت دي كمان. امال ايه؟ لا لا، ده الشغل النهارده فاخر من الاخر. بقول لك ايه، والحاجات بقى العربي دي بقى اسعارها ايه؟ ما تقول لنا كده الاسعار. بس يا عم 270، ده 270 جنيه بالقعده بتاعته كده، بالقعده بتاعته صح كده اهو. وده بكام؟ ده ب 300 جنيه. ده ب 300 جنيه تمام؟ بالقعده برضه، بالقعده. طب لو حد عايز يكتب عليه حاجه معينه، يكتب اللي هو عايزه عادي، بيقول لك الاوردر اللي هو عايزه، عايز باسم ولاده، عايز باسم مامته، وعايز باي حاجه تبقى هديه لست الحبايب. الحبايب تمام، يكتب عليه، يستلمه بعد قد ايه؟ بعد 3 ايام. بعد 3 ايام سعره 300 جنيه بالقعده بتاعته. القعده بتاعته تمام، برضه بتتلون، بس دي احنا عشان مستعجلين عليها. هي المفروض كمان ان هي تتلون، يعني هو يستلمها متلونه. تمام، هو طبعا احنا ما لحقناش نحط غطا ليها، فاحنا جبنا غطى شكل تاني. طيب تمام، يبقى ده كده 300، ده معانا كام بنقول تاني السعر؟ ده كده 270. 270، انا شايفه كمان الوان تانية، تعالى كده يا جماعه، ده تحفه، لونه حلو قوي، مدرج بالالوان، ريفي قوي، جامع وبرج ونخله. حلو قوي يا علي، جميل قوي. بكام ده؟ ده برده 270. 270 القعده برده، ده برده 270 يا جماعه، حاجه ديكوره يعني. بصوا حاجه ديكور رائعه رائعه. بقول لك ايه، ما تيجي ندخل على الجديد؟ الجديد تعالى، يلا بينا. في المغرب الجديد دوت، تعالى. ايه ده، ايه الشياكه دي؟ ايه الشياكه والاناقه دي؟ عايز اقول لك ان انا شفت منه ده عندك النهارده حصري، ما شفتوش عند اي حد. في عندنا من ده كذا نوع، مقاسات، مقاسات والوان بقى، مقاسات والوان. كام السعر؟ يعني مش هتفرق مع الزمان، كل ما تبعين جيجي بنعمل معاه الاسكار، بنعمل معاه الواجب. صح كده، يعني الرينج بيبتدي من كام الصغير؟ يعني الصغير بيبدا ب 100 جنيه. ده؟ ده ب 100 جنيه؟ 100 جنيه. بصوا يا جماعه، حلو قوي. ده ب 100 جنيه. حلو قوي. وطبعا هيكون في خصومات لمتابعين جيجي. ده بيقف ب 200. لا، بقول على الكبير بقى. الكبير يعني تمام، يعني ده كده لمتابعين جيجي ب 100 جنيه. ب 100 جنيه. صح؟ انما الكبير هنعمل ماشي 150. 150؟ كبير قوي يا جماعه ب 150 جنيه، مقاس 30 سم. مقاس حاجة و30. حاجة و30. 35 كمان. 35. تمام، بقول لك ايه، ايه البولة الحلوة بتاعت الشوربة الجديدة دي؟ نازلة جديدة بتاعت معارض كده. بالكرتونه بتاعتها، الكرتونه بتاعتها حلوه قوي يا علي. عاملينها كده عرض كده بالكرتونه. كام بقى؟ 15 جنيه بس. ب 15 جنيه، حلوه الهدايا عيد الام دي. جميله، هي دي انا جايبها عشان عيد الام. والله جميله قوي يا علي. الوحده تقف ب 7 جنيه. والله تحفه، حلوه قوي. 15 جنيه حصل. في عندي بقى حاجه كده، سبحان الله. الله اكبر. ليه الحاجات بقى الجميله دي؟ صلي على النبي عليه افضل الصلاه والسلام. بكام بقى؟ ب 5 جنيه. 5 جنيه. بصوا يا جماعه، المج ب 5 جنيه، والطقم الكنك بكام؟ طقم الكنك ب 15 جنيه. كنكه بالقهوه بالفنجان عامل 15 جنيه. بصوا ده 15 جنيه، عامل 15 جنيه، تحفه يا علي، حلو قوي. برده ده هدايا، يبقى حلو قوي. برده الفاتح والغامق نفس السعر. سعرها 20 جنيه. في منها دي بقى لسه نازله. ها؟ دي برضه المعجبين جيجي ب 20 جنيه بس. برضه المتابعين جيجي ب 20 جنيه، الواد ده بيغلي علينا. لا. الواد ده بيغلي علينا. مش بيغلي. هو قال، قال لك بص 30 بس. بص. هي بتتباع ب 30. تعالى تعالى انت هنا، بتقول بكام دي؟ بتقول بكام؟ 30 جنيه. 30 جنيه، والمتابعين جيجي بكام؟ ب 20 جنيه. امال بتقول ب 30 ليه؟ ها بتغلي؟ شفت ابنك بيغلي علينا. اسمك ايه؟ محمد. محمد، انت بقيت مشهور يا محمد. بقى مشهور محمد اكتر مني. اعمل ايه طيب؟ طب قول لنا بقى، سلاطين الزبادي معانا بكام؟ للمتابعين جيجي بقى. للمتابعين جيجي الاربعه ب 10 جنيه. الاربعه هو بيبيعها الصراحه يا جماعه الثلاثه ب 10، بس للمتابعين جيجي هيبقى الاربعه ب 10 جنيه. ب 10 جنيه. تمام؟ سلطانيه الزبادي الجميله دي الاربعه ب 10 جنيه. في منها الضيقه وفي منها الواسعه وفي منها زي ما انت عايزه. اي اربعه ب 10 جنيه. طيب واللي هو كبير شويه؟ 5 جنيه. كبير شويه ب 5 جنيه. للمتابعين جيجي ب 4 جنيه. للمتابعين جيجي هيبقى ب 4 جنيه، يعني الخمسه ب 20 جنيه. 25 جنيه. صح كده؟ صح كده. 5 ب 20 جنيه. بتاع المكرونه، طاجن المكرونه المهم جدا على كل سفره. ده ب 7 جنيه ونص. 7 جنيه ونص. ودوت ب 15 جنيه. وده ب 15 جنيه. فردين ثلاثة. ده كبير. طاجن حلو، طاجن حاجة قوية. محمل يعني. مستحمل. تمام، الطاجن الأكبر.
ب 20 جنيه بس. ب 20 جنيه على فكره هي حاجه غليت. وانا بنبيعهم برضو. احنا ما بنغليش. احنا ما بنغليش. مش عايز ازود على حاجه. لا مش هنزل نغلي. الناس بقت يعني حالتها كفرانه يا علي والله. الله يكون في عون الناس. والله العظيم يعني. والله العظيم الحاجه فعلا غليت. ما بنزودش اللي ده بيتحرق بالكهرباء. ايوه طبعا. ربنا يستر يا رب. عايزين بقى تقوم الطواجن اللي كسرت الدنيا دي، الناس عماله تسال عليها. عايز اقول لكم دول كسروا الدنيا، صح ولا لا؟ عجبوا الناس جدا جدا جدا. اولا اه والله بجد قوي. بكام الطقم؟ 150 جنيه ثلاث قطع. تمام. جي جي 130 جنيه لمتابعين جي جي. 130 جنيه ب 125 لمتابعين جي جي ب 100 جنيه لمتابعين جي جي يا جماعه ب 100 جنيه مكتوب عليه ده يا مصر الريفي الجميل اهو. لا ده اوبشن عالي بتاع تصدير. معمول عليه كده طالما مختوم يبقى حاجه عاليه. بكام الريفي الثلاثه؟ ب 100 جنيه برضه. ثلاثه ب 100 جنيه الريفي. على فكره في ناس بتبيع ريفي ب 80 و 90. بس مش اصلي. لا تمام. مختلف. انا بوري الفرق على طول. لا زي كده الناس تفرق وتعرف الفرق كده. لكن بره حاجه ثانيه يعني بيبقى في غلطات وهم بيلونوها بيداروها. بلاش الكلام ده. تمام. برضه بنعرف الزبون الحاجه عندنا بنجيبها اللي هي النمبر يعني نمبر واحد. وفي اللي هو الثاني بجيب منه عينه. تمام. الناس بتشوفه. تمام. حاجه بقى ده. طبعا الحاجه ايه؟ بسم الله ما شاء الله يا جماعه. تمام. الحاجه ايه وراك؟ الحاجه ايه؟ بصوا بسم الله ما شاء الله كميه كبيره يعني مش حاجات قليله. بصوا بسم الله ما شاء الله. تمام. عندنا توصيل. قول رقم التليفون. بصوا يا جماعه ادي ارقام التليفونات اهي، خدوها كده سكرين. وفي عنده توصيل. في شحن ولا مفيش؟ شحن. في شحن شغال. بنشحن. يلا بينا نشحن. يلا هات اللي عمال تخبيها دي. ايوه هي دي السلعه بتاعتي. السلعه بتاعت مدامتي. بصوا مخبيها. دي كبيره قوي. دي قد ايه؟ دي 5 لتر؟ لا اكتر. 10؟ 10. بكام دي بقى؟ لمتابعين جي جي برضه عشان هم بيشبطوا على فكره في حاجتي. بيشبطوا في الاسعار. 150 جنيه. بص يا جماعه حلوه قوي. تحفه يا علي. حلوه قوي. حلوه لما تيجي تحطيها كده رائعه. بس هي جميله. لا جميله جميله ما شاء الله. حلوه قوي. في منها مقاسات. في منها ثلاث مقاسات. طب نقول اسعار الثلاث مقاسات. ما بلاش. لا نقول اسعار الثلاث مقاسات للناس. ما بلاش. لا عايزين الاسعار دلوقتي يا علي. احنا قلنا دي 150. دي 150. ماشي. الاصغر يعني تنزل عشرات. عشرات. يعني معانا 130 140 150 صح كده. تمام. تعالى بقى وريني الحاجات الجامبو عشان العزايم. الجامبو مع الحاجات بقى الجامبو بقى الناس اللي بتدور على الحاجات الجامبو بتاعت العزومات. ده جامبو عادي. تمام. الجامبو اكبر من كده والله. فين ده؟ ده نازل جديد اهو. طب هات عليه الصلاه والسلام. ايوه كده. احنا عايزين الحاجات الحلوه دي بتاعت العزومات الجميله دي. بصوا برام ملوش حل. والله ما ليه حل. بسم الله ما شاء الله الله اكبر. 10 كيلو كمان. ما شاء الله حلو قوي يا جماعه. كبير جدا جدا. كام ده؟ ربنا يخليه. ب 100 جنيه بس حلو قوي. عايز اقول لك ده اكبر كمان من الثلاث تطقم على بعض. ايوه والله قد اكبر. حلو قوي. احنا دي قد 6 حتت ما شاء الله. حلو قوي. ده الجامبو اللي هو اللي احنا بنبيعه اساسا. بس احنا عاملين دي دعايه. تمام. احنا قلنا دي ب 100 جنيه ودي بكام؟ وديت ب 75 ودي ب 75 والثانيه ب 50 والثانيه ب 50 اللي هم الثلاث مقاسات. طب لو انا هشتري بقى الطقم الكبير ده يبقى هتحسبوا لي بكام؟ ولمتابعين جي جي ب 200 جنيه. الحقوا بقى العرض. لو خدت الثلاث حلل الجامبو المقاس ده على المقاس ده على المقاس ده هيبقى الثلاثه ب 200 جنيه. الثلاثه ب 200 جنيه بدل ما تاخدي كل واحده. اصغر حله فيهم هي اكبر حله في الطقم. تمام. اصغر حله فيهم اللي هي اكبر حله في الطقم. انتوا واخدين بالكم؟ تمام. طقم حلو قوي اهو. الطقم اهو الثلاثه يا جماعه ب 200 جنيه حصري لمتابعين جي جي. اهو جبناه كده اهو من اول تحت لحد فوق. عايزه اقول لكم بسم الله الله اكبر. بسم الله الله اكبر. عليه افضل الصلاه والسلام. ما شاء الله. بسم الله الله اكبر. الطقم ده كده 200 جنيه حصري. حصري حصري. على فكره بعد رمضان ما فيش منه. لا بقى ما هم هيخلصوا بقى عقبال ما يجي رمضان يكونوا خلصوا. صواني بقى جامبو بقى بما ان جبنا حلل جامبو وناخد صواني جامبو. حلو قوي يا علي دي. حلو قوي. كام دي؟ 85؟ 85 جنيه. لمتابعين جي جي 65. في بقى مقاسات ولا مقاس واحد؟ جامبو صينيه بس. صينيه بس. صينيه. صينيه. تمام. معانا ايه كمان؟ معانا دي. تعالى بقى وريني البرام اللي بقى الزرار الحله الزرار. دي الجامبو بتاعتها الحله الجامبو بتاعت الزرار. تمام. بكام؟ ب
بتباع ب 250 جنيه انا باعها ب 150 جنيه ب 150 جنيه حصري يا جماعه تمام وال ده بتباع بره ب 5 ونص انا بجيبه ب 250 و 30 جنيه بس 250 جنيه ده اللي هو مقاسه 45 تقريبا 40 انا كبير قوي ما شاء الله تمام 40. ماشي والريفي دول والريفي ده برضو يعني ده ماسك كبير كام ب 150 150 والريش ده برضه ب 150 وده 150 بقول لك ايه انت قلت ان انت جبت اسمها ايه دي بتاع دماسه جرانيت ما توريني كده حلوه قوي تحفه ايه الحلاوه دي عادي كمان ايه الحلاوه دي لا بجد انا كنت بتاعتها دي لا لا دي بكام دي سعرها ايه كام دي ب 150 ب 150 جنيه حلوه قوي تحفه وديت ب 130 ودي 130 تمام والكبيره بقى الكبيره بتاعتنا احنا بقى اللي هي الدرجات بتاعت السنه اللي فاتت اللي السنه على النبي ب 150 و 160 150 وعندي واحده قنبله اكبر اسمها قنبله كام؟ ب 200 جنيه اوريها لك قد كده طب هات فين؟ هات التابوت لسه مخبيه طب هات نوريه للناس عشان نفكرهم بيه بصوا التابوت يا جماعه ده حلو قوي يا علي احنا قلنا سعره كام هو سعره 350 300 جنيه 300 جنيه تمام زي ما هو هنجيب منه مقاسات ولا هو هو مقاس واحد لان هو معمول لحاجه معينه تمام ده نحط فيه الفرخه وندخلها حلو قوي بتنزلي الفرخه كده ممكن تعملي كده هو مين اللي اخترع التابوت ده؟ انت اللي اخترعت التابوت ده هي اكله على فكره هي اكله تركي بس حلوه قوي تركي بس احنا عملناها وعلى فكره في الخليج مكسر الجلد ده جميل تحفه بقول لك بكام بقى الحاجات دي؟ بكام؟ البوله الجديده ديت دي ب 20 جنيه ب 20 جنيه تمام واللي انا شايفك بقى جايب بيدين وحركات زرار برضه شوربه زرار كام بقى؟ ممكن تجرب فيها اكل صغير حاجه صغيره للاولاد بتاع الكبار كمان 35 تمام في شوربه زي كده ب 35 35 ب 20 جنيه ب 20 وفي القلايه الجديده دي برضه نازله كام؟ 65 كبيرة بتاعتها ب 75 كبيرة 75 تمام حلوة قوي بكام دول؟ ب 150 جنيه الطقم 150 جنيه المجات اللي كانت عندك خلصت؟ الحمد لله جبت مجات تانية؟ كام؟ 30 جنيه ال 30 الثانية خلصت أنا خدت بس جاية تاني جاية؟ جاية طيب تمام بكام الطقم الزرار ده؟ الطقم ده ب 250 جنيه 250 جنيه تمام معانا ايه كمان جه جديد؟ معاكي بقى اللي هي اللي هو الماسك ده الفراشة الكبيرة دي حلو ده عكس وردة ده تاجر جديد نازل عكس بعضه يعني الرسمة نازلة دي رسمة بكام؟ 55 جنيه وده بكام؟ ودي ب 55 65 75 55 65 75 تمام فين هات لي البتاع اللي بتشربوا فيه ده ايوه بص ده بص ده تحفه عايز اقول لك ايه ده تحفه ده صحي اصلا للشرب صحي والله العظيم تحفه بص عايز اقول لك تحفه اكيد طاجن غويط طاجن ده بيبقى ب 150 جنيه ب 150 جنيه تمام 55 جنيه برضه 55 واخد من جوه لمعه بس طيب عايزين نقول على حاجه بس عشان الناس قالوا لي في التعليقات بيقولوا لك ان اللمعه دي تبقى صحيه ولا لا؟ لا دي صحيه يا فندم طب يعرفوا الصحيه مش من الصحيه ازاي؟ لو البران عمل ريحه بالفرن او حس ان هو غير طعم الاكل يعرف ان البران ده معمول بطريقه مش كويسه بيتحرق بكاوتش مش بكهرباء او بغاز لو اتحرق بغاز ما بيعملش ريحه يعني اللي عندك انت حاجات صحيه كلها صح كده طبعا انا عارفه انا مجرباها الحاجه زي الفل بس لما بيجي لي تعليق لازم اقوله لا لازم انت صح عشان نعرف الناس عشان ما تفهميه لو عمل ريحه الكاوتش محروق في ناس بتاخد الكاوتش طب بص بقى يا علي بما ان انت بتتكلم بقى في حد كتب لي برده كومنت كده اهو عشان انت عارف انا بحب ان انا ابقى مع الناس في حد بيقول ان مش عارف في حد بيفرش في مش عارفه حته كده اهو ارخص من علي بكتير يا جيجي ومش عارفه ايه ماشي انا ما عنديش مشكله بس احنا بنتكلم في حاجه احنا عايزين
عايزين نعرف الناس ان الحاجات دي فيها جوده، مش ان انا بشتري وخلاص. الحاجات دي جايه من محلات ومعارض، مش جايبينها منين. الكراتين بتيجي بكرتونه زي ما انت شفت الشوربه كده، جايه من معرض. ايوه يعني انا بطلع معرض. تعالى انا اخش مثلا معرض او اودي حاجه زي كده فيها ريحة. انما الحاجات التانية دي بقى بتبقى ايه؟ عايزين نعرف الناس. حاجات شعبي زياده عن اللازم. او هي قريبه بس اولا بتتكسر بسرعه، اولا بيبقى فيها دفئات وفيها عيوب، بتبقى ضعيفه. ماشي. ثالثا هي مش صحيه. مش صحيه. انما هنا احنا بنتكلم، لو احنا بنتكلم في حاجه لامعه، بنقول لامعه بس فيها صحي، بس صحيه 100%. تمام، احنا بنتكلم صحيه، واخده من جوه حاجات صحيه. شيك بقى من اللي هو يقول لك ارخص مني ب 3 جنيه و4 جنيه. انا ما بفرقش معايا ال 5 جنيه. اكيد طبعا. انا يفرق معايا الزبون، انا حاجه اللي اكل فيها. صح، ربنا يبارك لك يا رب. لو هي وحشه وبتضر، بتجيب كانسر. اكيد اكيد. انا ما باكلهاش، ما باكلش فيها. اكيد ربنا يسترها يا رب. بخاف من ربنا سبحانه وتعالى. المهم القلل فين بقى؟ القلل جايه من القلل فين؟ عايزين نشرب شويه ميه في القله بقى. عايزين قلل. الصيف بقى والقلل والميه بتبقى صحيه في القلل. طبعا. صح ولا لا؟ يعني هتبقى بقى بكام؟ هتعمل لنا عرض على القلل بكام؟ هتبقى من 5 جنيه؟ وفين كوبايه الازازه اللي انا قلت لك عليها ام غطا؟ جايه امتى؟ رمضان جاي. لا جاي. امتى يعني؟ بكره ان شاء الله. يعني الحاجات دي اجي اصورها تاني امتى؟ يعني النهارده خميس. حاجات المشروبات دي حلوه قوي حبيبتي، في الاستاذ طيبه. يوم الحد. طيبه. عامله ايه؟ ربنا يخليك. يوم الحد؟ شايف متابعيني يا سيدي بقى. عليه الصلاه والسلام. يعني يوم الحد. حاجه بتعدنا كويس. الحمد لله. الحمد لله بقى. يعني اكيد يوم الحد الحاجات بقى بتاعت المشروبات اللي هي الحاجات اللي هي عايزه بقى. وعامل مج جديد كده مكتوب عليه رمضان جديد. ايوه بقى، نحط فيه العصير كده منه طويل. عايزين بقى شغل رمضاني حلو يا لا بنزل. علي عايزين شغل حلو، يعني اسبوع كده ولا يومين؟ يوم الحد. يوم الحد؟ خلاص ان شاء الله باذن الله. كل سنه وانت طيبه. طيب ربنا يخليك يا علي، شكرا. ده محمد ب 130 جنيه والمتابعين تشوف كام؟ ب 100 جنيه؟ عليك يعني. عندك ايه كمان؟ وريني بقى الحاجات المطي دي الحلوه دي، صواني دي. دي طبعا دي رسمه ودي رسمه تانية اهي. تمام، برده ب 100 جنيه. تمام، ودي ب 100 جنيه. ده بقى الفخار المطي. 50 جنيه. والمتابعين جيجي 50 جنيه. 50 جنيه؟ ماشي. وده برده زيه اللي من غير رسومات اللي هو السك خالص. طب ده سعره ايه؟ 45 جنيه. ومتابعين جيش 40 جنيه. ده على العين مباشر. تمام، نطبخ فيه على العين مباشر، محروق جاهز. تمام، ده حاجه نظيفه برضه. تمام، دي حلوه انت ما شفتهاش خالص. فين دي؟ سنيه البسبوسه. سنيه البسبوسه وسنيه البيتزا صورنا المره اللي فاتت. بكام؟ 10 جنيه. اي لون؟ اي لون ب 10 جنيه. و10 جنيه ومساحتها بكام؟ ب 10 جنيه. 10 جنيه حصري. بصوا يا جماعه، النهارده فخار عند علي. تعالوا نشوف كده الاسعار.